في حياة عمر البطش هناك حادثة، أنه في فترة من الفترات ضعف بصره أو اقترب من أنه أن يضيع بصره، أن لا يرى. هل أثرت هذه الحادثة في حياته؟ لحن ومسرح قلت لما غاب عني، هل له علاقة بهذه الفترة؟ قلت لما غاب عني، صحيح ما في شك، صحيح هو بداية قلت لما غاب عني، حتى بآخر كلمة من المسرح يا عمر باري العيون، ما هي يا قمر، يا عمر باري العيون. لكن هل هذا موشح؟ أنا أعلم أنه يسمى نقش، اي انه في خانه السلسله. ايوه يعني في مو فقط الدور والخانه كما راينا، وانما في دور وخانه وهي لحن مختلف، ثم سلسله وهي لحن اخر وعلى وزن اخر. نقش الاوزان، لانه في الموشح نشوف انه في نوخت وفي سربند وفي دور هندي. هذه وضع ثلاثة أوزان في المرشح النقش يعني، وكل مرة تتغير جميلة، كل مرة تتغير مثل ما أنا قلت الأستاذ أمر حطيت ثلاثة أوزان. هذا كان نقش أيضا. لكن في أستاذ عدنان في شيء مناسب برأيك في هذا المرشح؟ يعني أنا مرة أذكر أنك ذكرت لي وضع لصباح، هو هذا الموشح نحط التفريد اللي بوصل منه، مشان كان صباح ب 16-17 سنة والحمد لله هلا أحسن من أول، بس هذيك الأيام وضع له مشان يفرد فيه. يعني أظن أنا هذا الموشح الآن سأستمع إليه، هذا الموشح يشبه الدور، يعني أنا أرى فيه أكبر تطور وضعه عمر البطش في مجال الموشح. صحيح صحيح، لأنه لم يعد الموشح مثل ما ابتدينا أحن شوقا الدور، يعني هنا هذا سيكون في واقع ختام الحلقة. نعم. ابتدأنا الحلقة بأول موشح كان أحن شوقان، وهو موشح بسيط، ليس بسيط ولكن ليس فيه خاني، ليس فيه تغير الأوزان. وهكذا كان الشكل قبل عمر البطش. الآن هذا الموشح هو الشكل الذي انتهى به عمر البطش، وهو الموشح الطويل الذي يأخذ مدة ويستطيع فيه المطرب أن يفرد فيه وأن يتحول إلى ما يشبه الدور وتغيير في الأوزان، فعلا هذا تطور كبير في الموشح. يا سيدي أنا باعتقادي أنه الموشح اللي عمل الأستاذ المرحوم الشيخ عمر البطش، يا سيدي أولا الكلمات انطلاقا من واقعه المرضي، ثانيا كمان من انفعاله وضع في عبقريته اللحنية. صحيح ونحن الله وفقنا نؤدي له اياه يعني بشكل مناسب. نؤديه الان ايضا ان شاء الله. تفضل. قلت لما غاب عني نور مات المنصور، قلت لما غاب عني نور أفني والله زهر، في قد زهبت الملون، في قد زهبت الملون، وعيوني من لحيم جارية كالعيون، وجفون ما جفا ما حتى جفون، ما جرى حتى جفون، هام قلبي زاد وجهي متى وصلك يكون، هام قلبي زاد وجدي فمتى وصلني يكون، هام قلبي
قلبي زاد وعيني فمتى أصنعك يكون. هذا قلبي زاد وجدي هذا قلبي زاد وجدي فمتى أصلك يكون. هذا قلبي زاد وعيني فمتى أصلك يكون. هذا قلبي زاد وعيني فمتى أصلك يكون. شيخ حبيب يعني هذا اللحن لا نستطيع ان نصف. يا سلام نستطيع الكلمات.